وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ قصي. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. كيف تلقى الشارع العراقي خطبة الجمعة من مرجعية النجف اليوم؟ أعتقد بأن خطبة الجمعة في هذا اليوم لم تكن تختلف عن سابقاتها من الخطب، أتت مخيبة للآمال. أعتقد بأن هذه الخطبة هي استمرار لإعطاء الضوء الأخضر للحكومة بقمع التظاهرات السلمية وإجراءاتها التعسفية ضد المتظاهرين، لأن لو كانت هذه المرجعية تريد التغيير وتريد أن تؤيد التظاهرات والاحتجاجات السلمية في العراق تطالب الحكومة بالاستقالة والتنحي وتكون هنالك انتخابات وبصياغة جديدة وترفض كل هذه الوجوه المشاركة بالعملية السياسية طيلة 16 عام. أعتقد بأن هذه المرجعية هي مشاركة للحكومة في كل التراكم التاريخي للسياسات الطائفية والقمعية ولهدر الأموال ولسلب الثروات ولتبديد كل ما هو جيد وممتاز في العراق. هذه المرجعية هي ما لا ننسى بأنها هي التي سلطت هؤلاء السياسيين على رقاب العراقيين طيلة هذه السنوات بوجوب انتخابهم، فأعتقد بأنها شريكة ولم تأتي بشيء جديد، وكما قلت بأنها أعطت. طيب يعني برأيك أستاذ قصي، لما هذا الإصرار من قبل المرجعية على تدوير المنظومة السياسية التي خرج عليها الشعب العراقي بكل طوائفه يرفض وجودها ويطلب بإسقاط هذه المنظومة؟ أخي الفاضل، المرجعية كما قلت لك هي من سلطت السياسيين على رقاب العراقيين بوجوب انتخابهم. أعتقد هنالك شراكة بين المرجعية وبين هذه الأحزاب وهذه الكتل، فالمرجعية لا تريد أن يفتضح أمرها أمام الشعب العراقي فتماطل وتسوب في كل جمعة ولا تطلب من ولا يكون لها موقف واضح وصريح وصارم تجاه ما يجري من قمع وقتل تجاه المتظاهرين. فالمرجعية هي أيضا شريكة لهذه الأحزاب ولهذه التيارات ولهذه الكتل السياسية. هذه الكتل السياسية لديها أدلة على المرجعية، أدلة على المرجعية بأنها هي شريكة لهم في كل ما يجري في العراق من سرقة من نهب من قتل من كل هذه الأمور التي شهدناها طيلة هذه السنوات وتسنمهم الحكم في هذه الفترة. فأعتقد بأن المرجعية لن تستطيع أن تقول لشريك، نعم هي شريكة، لن تستطيع أن تقول لشريك بأن يتنحى ولن تأتي بشيء جديد يخدم الشعب العراقي، بل المرجعية هي الداعم الأساسي والرئيسي للفساد والانحراف والقتل والعمالة يعني لخارج العراق. يعني تتوافقون مع الرأي الذي يقول أن خطاب المرجعية اليوم أو أن المرجعية تظهر انفصالا كاملا عن الواقع العراقي ونبضه ورغبته في دولة وطنية حرة حرة الإرادة والتصرف؟ هذا أكيد أخي الفاضل. يعني المرجعية لم تطالب أعتقد أكثر من 10,000 جريح، أكثر من 300 شهيد، القمع وصل إلى درجة لا يوصف، هنالك أسلحة تجرب على الفرد العراقي كل يوم، أسلحة محرمة دوليا، أسلحة هي غير قانونية وترفضها كل الدساتير والأعراف الدولية. أعتقد بأن المرجعية لم يكن لها أي دور في الكشف عن هذه الأمور التي جرت من خلال انطلاق ثورة من 1 أكتوبر. فالمرجعية هي شريكة ولا وأيضا هي لم يكن لها بصمة حقيقية وواضحة استشفها الشعب العراقي بأنها داعمة له وداعمة للتغيير الذي أراده الشعب العراقي وإزاحة هذه الطغمة الفاسدة التي جفمت على صدره طيلة هذه السنين. فالمرجعية كيف تعلقون يعني على القول أو خطاب المرجعية الذي يوافق إلى حد كبير خطاب عادل عبد المهدي الذي وصف المتظاهرين بأنهم مخربين ومعتدين على الدولة وعلى أجهزة الدولة؟ يا أخي الفاضل، صدعوا رؤوسنا منذ انطلاق التظاهرات ولحد هذا اليوم بأن هنالك مندسين وبأن هنالك أجندة خارجية تريد الإضرار بالعملية السياسية وتريد الخراب للعراق وشعب العراق. لم نعرف لحد هذا اليوم ولحد هذه اللحظة من هذه الجهة التي تشير إليها المرجعية في خطاب الجمعة
أو عادل عبد المهدي أو من أو من يصرح بلسان الحكومة العراقية. نريد الكشف، نريد من خلال القنوات الرسمية التابعة للحكومة، نريد الكشف عن هذه الجهة أو هذا الطرف الثالث الذي يقوم بهذه الأعمال أو الذين يصفونهم بالمندسين أو هذه الجهات الخارجية التي تمثل أو هذا الطرف الثالث الذي يمثل أجندة لدولة خارجية. نريد الكشف والفصح عن هذا الطرف لكي نفهم، وإلا هذا الأمر وإذا بقت هذه التصريحات على هذا المنوال هو لا يخرج ضمن أطار التسويف والمماطلة والكذب والنفاق، وإلا من هو الطرف الثالث؟ كلنا يعرف بأن أستاذ قصي وبأن هؤلاء السياسيين هم بيادق شطرنج تحركهم إيران، وبأن إيران لديها استعداد أن تقتل نصف الشعب العراقي ولا تسلم هذه الحكومة. طيب يعني هنا السؤال المهم، يعني عندما قلت أن تقتل نصف الشعب العراقي، المرجعية هي التي شكلت ميليشيا الحشد بفتوى الجهاد الكفائي ضد الإرهاب ومحاربة الإرهاب وإخراج الإرهاب من العراق كما قالت، والدفاع عن المقدسات، لكن لماذا اليوم لم تكف يد تلك الميليشيات بفتوى من قبل المرجعية عن قتل المتظاهرين في البصرة وكربلاء والنجف وذيقار وبابل؟ اليوم المرجعية كانت لديها للمتتبع الذي تلقى خطاب المرجعية، من ضمن النقاط التي تناولتها هي قضية أن لا ننسى من دافع عن الوطن وقاتل وحارب داعش. أعتقد بأن المتظاهرين لم يتناولوا هذا الأمر، بل كانوا في صدد تغيير النظام والتغيير الجذري وعدم تدوير الوجوه بانتخابات جديدة. هذا شيء. المرجعية تعرف بأن من ضمن الفتوى خرجت هنالك ميليشيات للقمع والقتل والترهيب للشعب العراقي. فأعتقد المرجعية أيضا هي سيخرج لك شخص يقول بأن المرجعية هي كانت صمام أمان، وهذا الكلام غير دقيق. لا، الكلام الذي يقول المرجعية أيضا مرتبطة بأجندة خارجية تعمل من خلالها، وإلا لو كانت المرجعية مرجعية حقيقية ومرجعية وطنية لكان لها موقف وطني صارم واضح تجاه كل ما يمارس من قتل وترويع واختطاف. يا أخي، يوم أمس هنالك مختطفين من قبل النشطاء المدنيين من الخيام، يعني وصل الأمر بأن هنالك أساليب جديدة طرأت على الساحة، خطف واغتيال وقتل، وإضافة إلى الأساليب القمعية التي تمارس ضد المتظاهرين. ويخرج لك الناطق باسم وزارة الداخلية ويقول بأن التعامل ودي مع المتظاهرين. إذا كيف تصف لي إذا كان التعامل ودي بأن هنالك 10,000 جريح وأكثر من 300 شهيد؟ كيف تفسر إطلاق النار، إطلاق العيارات النارية الحية؟ هذه الأساليب ليست هي أساليب وأنواع الاشتباك ما بين المتظاهر وما بين هذه القوى. هذه أساليب قمعية، هذه أساليب حرب. نعم، كان معنا عبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي، شكرا جزيلا لك.